السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة. بغيت نقول لكم مبارك عواشركم، الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحة والسلامة وجميع المتمنيات يا ربي. كيف ما بالكم هنايا احنا غادي نخدموا صفوف اولا سلو على حسب المدن. نبداو ان شاء الله بالمقادير. هنا عندي كيلو ونصف نتاع الدقيق، هنا عندي نفس الكمية متاع اللوز كيلو ونص، ونفس الكمية متاع الزلجلان كيلو ونص. حيت منهم 250 غرام من كل واحد، هادو غادي نخليهم للتزيين. هنا عندي 500 غرام متاع الزبدة فيجيتال. بغيتو تصايبو الزبدة متاع العادية تقدروا تصاوبوها ماشي مشكل على حسب الذوق. هنا عندي سكر كلاصي وسكر سنيدة اللي غادي نطحن به اللوز ديالي، وهنا عندي حبة حلاوة والنافع والقرفة والرست المعلقة نتاع الكوزة. هنايا معلقة ونص معلقة ونص معلقة ونص من الحاجة. هنا غادي نبداو نحمرو الزنجلان هو الأول في الفران، فأنا قسمتو على جوج متعلاطات باش هكا يتحمرو ليا مزيان. غادي نخليه يتحمر لي إن شاء الله ونرجع معكم. هنايا هاهي لافارين ديالنا بدات كتحمر لينا بشويه، نقلبوها بحال هكا مره مره. غير يبان لكم هنايا بدا كيولي بني اولا ذهبي، صافي عرفوها بانها راه قربت طيب لكم. وغادي تبقاو ديوها تجيبوها هي حداوها مزيان باش ما تحرقش لكم. نفس العمليه لتحت غادي نصايب مره مره كنحرك. إن فوا غادي يتحمر ليا غادي نحيدو من الفران وغادي نغربلو. هانتوما كتشوفو معايا غادي نكمل القليم تاع اللوز حتى يتحمر ليا بحال هاد الطريقة هادي. غادي نحيدو ونحطو هنايا فوق الطاوة نتاع الفران اللي ما بيد من برد ليا، وغادي نطحنو إن شاء الله. فغادي نبداو على بركة الله، نهزو معلقة من كل حاجة ونطحنو. فأنا غادي نهز ميم معلقة متاع الدقيق باش هكا غادي يجيني مهلك. غادي يدخل فيه الزيت متاع اللوز ومتاع الزنجلان، عفوا متاع السكر مع شوية متاع السكر، جات شي معلقة بركة. وغادي نسدو من بعد غادي نبقاو نحلو ونشوفو واش تطحنا كيف ما حنا بغينا ولا. فانا اللي غادي نصايب هنايا غنديرلو فحال هكا، غادي النص غادي نطحنو مزيان كيما هكا، غادي يجيني فحال اون بودغ. والنص الثاني غادي نخليه شي شويه مهرمش. غادي نوريكم النص الثاني اللي غادي نخليه شويه مهرمش، وهكا غادي نكمل انايا ونتلاقى معكم من بعد. فوالا معلقه معلقه من كل حاجه فون ولا بلوتو بحال هكا، مغرفه مغرفه من الحاجه مع شويه نتاع السكر. وغادي نطحن ان شاء الله. ولا فانا عندي هذيك الطحن ليا الصراحه بالزربه، هانتوما كيما شفتوا معايا هنايا طحنت غير بلاصه نتاع الطحينات، وها هو جاني هكا مهرمش. يعني غادي نكمل وحده مهرمشه وحده مطحونه، وحده مهرمشه وحده مطحونه، ونتلاقى معكم ابخي ان شاء الله. ولا فانا ساليت الطحين ديالي، الصراحه عطاني كميه كثيره بزاف، القصريه عمرات ليا وميم هادي حتى هي عمرات ليا، دونك قسمته على جوج حيت ما عنديش انا بانيو. بيان سور الا كان عندكم بانيو كبير خدموه في بانيو كبير. دابا هنا غادي نزيد القرفه، وغادي نزيد هذيك الشويه نتاع الكوزه. الكوزه غادي نفرقها على جوج،
وغادي نقبط النافع وحبه حلاوه، غادي نطحنهم حتى هما حيت خاصهم يكونوا مطحونين. وغادي نضيفهم الخليط اللي حضرناه من قبل. يكونوا مطحونين مزيان بحال الغبره حيت هنا ما كاينش بزاف، دونك خصني نعاود نطحن. صافي هما طحنوا لي دابا. فوالا بعد ما تطحننا غادي نزيدوهم هنايا، فانا غادي نقسمهم عليهم بجوج. الى بغيتو ديفو سكر غلاسي فانا غادي نزيد غير شي شويه، هذا راه مغربل ديجا، نتوما انا ما كانش عندكم مغربل غربلوه. غادي نضيف غير شي شويه حيت حنا ما عززتش علينا الحلاوه بزاف. ودابا هنايا غادي نضيفو الزبده نتاعنا اللي ذوبنا من قبل. نخلطوه باش ديك القرفة وكل شيء يدخل مع بعضياتو. ودابا غادي نزيدو الزبدة تدريجيا على حسابكم نتوما واش بغيتوه يجيكم يدن بزاف ولا لا. فأنا دابا غادي ندير غير نص الكمية وغادي نبدا نخلط. شي بدا يتعلق ليا بحال هكا، فهمتوما؟ انا دابا صافي ساليتو في التخلاط، درت له الزبده كامله ساليتو في التخلاط. المهم خصكم تخلطوه مزيان، شوف كيفاش كيجي ليدام كله كيطلق. دابا غادي نضيف هذا الجلجله اللي خلينا من قبيله بحال هكا، هي نص الكمية باش نخلي الاخر اللي عندي من جهة اخرى. وصافي غادي نزيد نخلطو حتى هو باش كيبقى لنا هكاك الجلجلان حتى هو صحيح، وغادي نزينو ونتلاقى معكم ان شاء الله. فهذا هو الشكل النهائي نتاع الصفوف ديالنا، نتمنىكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. هنايا كتبت لكم فيه رمضان مبارك، الله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. فوالا، فإلا جربتوه وعجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تصيبوا لي اعجاب وتابوناو على شان ديالي سي سي با ديجا في. نخليكم هاد الساعه على خير وبخير، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله.